أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذين يقاتلون في سبيل الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان
الذين يقولون ربنا والمستضعفين من الرجال والنساء واجعل لنا من لدنك وليا 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 واجعل لنا من لدنك نصيرا للذين آمنوا يقاتلون في والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وقالوا ربنا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب صدق الله العظيم. ولا تظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لم كتبت قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى قل متاع الدنيا قليل وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل
ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لها ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن وأرسلناك للناس رسولا وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعلم
رضا عنهم وتوكل على الله فلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم أسر مائك وزنك وإناك الكون مملوء بأسرار إذا حاولت تفسير لها حياتك وقل للطبيب تخلق تبقى وبالغضب يا شافي الأمراض من أرضاك وقل للبصير تخلق تبقى وبالغضب يا شافي الأمراض من أرضاك ارسل الأعمى خفا وسط الزحام من السباب من سيكون خطاك وصل بطون النحل كيف تفاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك وإذا رأيت النخل مشكوك الأوى فاسأله يا نخل من شك نواك وإذا رأيت السودان يطبخ سمه فاسأله يا سودان من بالسموم حشاك وسله يا سودان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يبلغ فوقه الله فوق الخلائق كلها إذا تكن تراه فإنه يراه قرآنا يتلى ناء الليل وأطراف النهار تلا علينا وعليكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي خريج مدرسة القرآن الكريم بمحافظة البحيرة ألا وهو صاحب الفضيلة فضيلة القارئ الشيخ نادر محمد عبد الحميد أبو سنادة القارئ بمصر والعالم الإسلامي أجمع المقيم بمركز ومدينة قفر الدوار بمحافظة البحيرة نقلها لكم على إحدى وحدات الإذاعة المحلية الكبرى صوت الموضوع التي ارتدت تحت دار إشراف الشيخ عبد الهادي وأولاده أما العنوان شمال التحرير أيها السادة شكر الله سيكون جميعا والبقاء لله وحده